عايز محمد تجار الوزير محمد تجار من المغرب نائب رئيس المجلس القومي واستاذه هنا رشماوي من المكتب المواضيع السلميه وهي من الشخصيات المعروفة حقيقة وكان بها عمل طويلة ضينا ثلاث شهور في دارفور في مملكة تخصص حقائق كونها مجلس الأمن أيضا الأخ محسن عوض الذي نعتز به خبيرا ووطنيا ودافع عن حقوق الإنسان قوي شجاع الاخوات والاخوه الاعزاء اعتقد ان هذا المؤتمر الذي يضم شخصيات هامه لها تجاربها الهامه ومن دول سبقتنا في تطبيق العداله زي البرتغال والمملكه المغربيه اندونيسيا وغيرها ستكون له فائدة كبيرة تساعدنا في الوقوف على النماذج والأنماط المختلفة التي يمكن الاهتداء بها أو مزيج من الإبداعات أو سيواجه مشاكل عديدة أو صعوبات أولها التدخلات الخارجية والاستقوال والإرشاد واستدهان القرار من القوة موجودة في الخارج وذلك يعتبر من أكبر العوامل لنشر حوار وطني وهذا ما حدث في اماكن اخرى زي الثوره السوريه التي هي كانت ثوره حقيقيه تحولت بسبب التدخلات الاخريه وتدفق الاسلحه من الخارج الى حرب اهليه خضت على فرص الحوار والتوصل الى حلول وطني. ثانيا الانقسامات الوطنيه فالخلاف السياسي الخلافات السياسية يمكن عليها الحوار. أما الانقسامات المجتمعية الناتجة عن خلط الدين أو الطائفية بالسياسة وتدفع إلى العنف الذي يصل من قبل الحياة إلى طلب استشهاد الرأي المبرر. وإذا رجعنا إلى الخطاب كما قلت في المنصة في رفع العدوية سمعت أنه كان خطاب ديني محض يعني يحرض على الاستشهاد ويحرض هو كان الاطفال يحملون كفن فهي كانت عمليه لا علاقه لها بالسياسه.